مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيه تتابعون: أحد مباني السفارة الصينية في اليمن يتحول إلى منزل للنازحين. فيسبوك يساهم في القبض على سارق حقائب النساء في صنعاء. محافظ شبوة يعقد أول اجتماع بالسلطات المحلية بعد محاولة منعه من دخول مكتبه. طالب جامعي يزور عشرات الدول ويتنقل بين مئات المدن مجاناً. أهلا بكم مشاهدينا. منذ 3 أيام ما زال التقرير الذي نشره موقع يمن مونيتور محل اهتمام للقراء نظرا لغرابة الحادث. جاء في العنوان: أول سفارة صينية شيدت في اليمن تتحول إلى مأوى للنازحين وموظفين عاطلين. قالت التفاصيل: عمال وموظفو مصنع الغسل والنسيج في صنعاء اتخذوا أول سفارة صينية بنيت في العاصمة صنعاء سكنا ومأوى إلى جانب نازحين من الحرب. وأوضح أحد سكان السفارة الصينية في حديث مع أحد محرري موقع يمن مونيتور: السفارة الصينية التي تشاهدها الآن بنيت في عام 1964، حيث لم يكن لدولة الصين سفارة داخل اليمن غير هذا المبنى الذي كان مقرا للبعثة الدبلوماسية قبل انتقالها إلى مبنى في شارع القصر. وأضاف: السفارة تحولت بعد ذلك إلى مقر لنقابة عمال المصنع، ومن ثم تحولت إلى سكن يشمل عددا من الموظفين الذين اضطروا للسكن فيه بعد انقطاع بهم السبل واضطرارهم لجعله سكنا لهم. وتابع قائلا: مبنى السفارة الآن يأوي 5 أسر والأرضية تضم 200 أسرة، ليصل عدد الموظفين الذين لجأوا إلى هذا المكان إلى 1400 نسمة، جلهم عوائل أو أسر موظفي وعمال مصنع الغسل والنسيج. موقع مشاهد نت علق حول الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في صنعاء قائلا: مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن سارق الحقائب النسائية في صنعاء. وقالت الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها ميليشيات المخلوع صالح والحوثيين في العاصمة صنعاء أنها ألقت القبض على سارق الحقائب النسائية بعد رصده بكاميرا وسط أحد الشوارع. وأفادت مصادر أمنية أنها استطاعت التعرف على سيارة المتهم من خلال منشورات وصور في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتتبعت أرقام لوحة السيارة ومالكها لتتوصل إلى المتهم. وكانت مواقع التواصل خاصة الفيسبوك قد ساهمت في القبض على المتهم بعد أن اشتعلت بصور سيارة المتهم عند ارتكابه لجريمة وسط العاصمة صنعاء بسحب حقيبة امرأة وإصابتها عدة إصابات. مرت على العالم العربي منذ بداية العقد الحالي تحولات ومتغيرات كثيرة ومتسارعة دمرت النظام الإقليمي وحطمت الدولة وخلخلت علاقة المكونات المحلية ببعضها. من المتوقع أن لا يتوقف هذا السياق التحولي عند هذا الحد، بل ستبني اتجاهات الأحداث المقبلة مساراتها على هذه اللبنات التي ستشكل أساسات وقائع الغد ورافعاتها. وهكذا بدأ غازي دحمان مقاله المنشور في العربي الجديد. أساءت الأنظمة العربية فهم طبيعة هذه المرحلة. كانت استجابتها للتحديات الناتجة عنها تتطابق تماما مع أنماط إدارة هذه الأنظمة التقليدية لسياساتها الداخلية والخارجية عقودا، والتي تمثلت في ترسيخ التبعية للخارج باعتبارها وسيلة الدفاع الأكثر إتقانا من هذه الأنظمة لمواجهة الأزمات التي تعجز عن مواجهتها أو التكيف مع مقتضياتها. الناظر إلى خريطة العالم العربي اليوم والمطلع على تفاصيل التحولات التي جرت لدوله وشعوبه والتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة به، يرعبه حجم الخطر الذي يقيم في جنبات هذا العالم مع استمرار قادته وصناع قراره في ممارسة ألاعيبهم السلطوية العتيقة، وكأن كل شيء على ما يرام، لا بل وكأن الأمن والاستقرار فائضان عن الحاجة، إلى درجة تدفع نخب السلطة إلى البحث عما تشغل نفسها به. لا ينتبه أحد من صناع القرار إلى أن عامل الزمن بات يشكل عنصر خطر، وأن التغيرات التي تحصل في الجوار الإقليمي ليست سوى عمليات هدم وتحطيم للهيكل الذي يشكل القشر.
يخسر العالم العربي كل يوم مساحات أمان جديدة من رصيده، ومع كل مساحات مفتقدة تتوسع دوائر الخطر المرتسمة لتحاصر صناع القرار وتدفعهم إما إلى زيادة الطلب على التبعية أو البحث عن أدوار قذرة للقيام بها لإشعار اللاعبين الخارجيين بأهمية وجودهم. وفي الحالات جميعها تجري التضحية بالثروات والشعوب لإبقاء معادلة حماية الأنظمة في إطار دائرة لا يبدو أن كسرها ممكن، في حين أن دينامية الخطر مستمرة في الاشتغال صوب تفكيك الدول وجلب المستعمر. مشاهدين موقع مصدر أونلاين يحمل عنوانا بارزا عن محافظة شبوة، حيث المحافظ يعقد أول اجتماع بالسلطات المحلية بعد يوم من محاولة منعه دخول مبنى المحافظة. وقالت التفاصيل: محافظ محافظة شبوة المعين مؤخرا العميد علي راشد الحارثي عقد اجتماعا موسعا مع السلطات المحلية في مبنى الإدارة المحلية في مدينة عتق مركز المحافظة، وجرى عقد الاجتماع بعد يوم من توتر أمني كاد أن يتطور إلى اشتباكات مسلحة بين السلطة المحلية ممثلة في المحافظ المعين ومؤخرا وقيادة محور عتق من جهة، ومجاميع من أنصار الحراك الجنوبي من جهة أخرى. وكان فصيل من الحراك رفض إقالة محافظ المحافظة السابق أحمد لملس وتسليم مبنى السلطة المحلية وأيضا مبنى سكن محافظ المحافظة بعد أيام من قرارات رئاسية قضت بإقالة لملس مع محافظ حضرموت وسقطرى. إلى موقع عدن الغد، تابع جزءا من المأساة التي تشهدها المدينة المحاصرة وعلق الموقع: الحوثيون يهجرون أهالي إحدى القرى في وادي الضباب في تعز. قال الموقع: ميليشيا الحوثي والمخلوع أجبرت الأهالي لأحد القرى على النزوح لتضاف هذه الأسر إلى الآلاف من الأسر النازحة في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية في تعز إن الميليشيا الإنقلابية شنت قصفا عشوائيا على قرية الخلوة التابعة لمديرية جبل حبشي. يضيف موقع عدن الغد: منذ الاجتياح المسلح لمحافظة تعز مطلع عام 2015 أجبرت الميليشيا الإنقلابية الآلاف من الأسر على ترك منازلهم، ولا تزال في مخيمات النزوح تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية. كان أحد أكبر الطموحات الدبلوماسية لإدارة أوباما هو إقامة علاقات أفضل مع إيران، وهي الدولة التي ظلت الولايات المتحدة في حالة خلاف معها منذ سقوط نظام الشاه وصعود حكومة دينية قوية في طهران في عام 1979. هكذا بدأت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحيتها تحت عنوان أحجية إيران. وقالت الصحيفة: يساور مسؤولي إدارة ترامب القلق من أن يسعى الإيرانيون بمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد إلى السيطرة على ما يكفي من الأراضي في دولتين متجاورتين هم سوريا والعراق لإقامة جسر بري يمتد من طهران على طول الطريق إلى لبنان، ومن هناك يمكن أن يعيد الإيرانيون إمداد حلفائهم في حزب الله وبالتالي توسيع نفوذهم الإقليمي. لا شك في أن إيران تعتزم الاضطلاع بدور إقليمي أكبر، وهناك حقا أسباب تدعو إلى القلق، لكن الإدارة لم تشرح مخاوفها علنا، وهناك أسئلة حول الكيفية التي ستتعامل بها خططها مع هذا التحدي. تختلف مصالح إيران في سوريا اختلافا كبيرا عن مصالحها في العراق، ففي العراق قاتلت ضد داعش، لكن تركيزها في سوريا انصب على مساعدة نظام الأسد. إنها سوريا هي المكان الذي تتعارض فيه مصالح إيران والولايات المتحدة أكثر ما يكون، بينما تتقارب هذه المصالح وتكاد تتلاقى في العراق تقريبا. وقد تمكنت القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية من دفع داعش توا من الموصل المدينة العراقية الكبرى. وفي سوريا تسعى أمريكا أيضا إلى سحق داعش، ولكنها تفعل ذلك بالتنسيق مع قوات المعارضة السورية وليس مع الأسد الذي تعارضه منذ فترة طويلة. كما هو الحال في العراق، تسير الحرب ضد داعش في سوريا على ما يرام، حيث توشك القوات المتحالفة على طرد تنظيم داعش من مقره في مدينة الرقة. لكن أفق تحقيق النصر فتح الباب أمام صعود توترات جديدة بين القوات التي تقودها الولايات المتحدة والقوات الإيرانية والسورية. قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور فضل أمطلي:
إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 في المناطق المحررة من الميليشيات الإنقلابية. أشار في تصريح للصحوانات إلى أن اللجنة العليا للامتحانات بذلت جهودا كبيرة في تجهيز وفحص كل الوثائق الخاصة بالطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة وبإصدار كشوفات المناداة وأرقام الجلوس، وسوف يتم تسليمها لمدراء التربية في المحافظات الأربعاء القادم، مضيفا أن اللجنة أقرت جدول سير اختبارات الشهادة العامة بقسميها العلمي والأدبي التي ستبدأ في تاريخ 9 من يوليو عام 2017. وأوضح أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة بقسميها العلمي والأدبي في المناطق المحررة من ميليشيات الانقلاب حوالي 78,000 طالب وطالبة موزعين على 698 مركزا امتحانيا، وأن الوزارة أعدت خطة أمنية مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتأمين المراكز الامتحانية. عرض يوم أمس فيلم وثائقي تاريخي عن عدن أثناء فترة الاحتلال البريطاني في إحدى الجامعات العريقة في مدينة ليفربول البريطانية، وفقا لموقع عدن تايم. فقد أعدت مجموعة من شباب وطلاب الجالية اليمنية في ليفربول الفيلم بإشراف المركز العربي الذي أسسه ويديره ويشرف عليه اليمنيون. تناول الفيلم أحاديث وذكريات لضباط وجنود بريطانيين ممن لا يزالون أحياء، وكانت في مجملها تسجيلات نادرة للمشاعر والذكريات، تضمنت صورا لأحداث ووقائع من الممكن أن تكون جميعها جزء من ذاكرة تاريخية لم يستكمل تدوينها حتى الآن. يضيف الموقع: شارك عدد من الضباط في الحفل الذي عرض فيه الفيلم إلى جانب قيادة المدينة وعضو مجلس العموم عن مدينة ليفربول وعدد كبير من البريطانيين المهتمين بالشأن اليمني وأبناء الجاليات اليمنية في ليفربول وبرمنغهام وشيفيلد. وقبل أن نقرأ من الصحافة العربية اليوم نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أثار رجل الدين المتشدد والبرلماني اليمني المعروف بتغريداته وخطبه المثيرة للجدل عبد الله أحمد علي ضجة كبيرة وردود أفعال واسعة في الوسط الصحفي والحقوقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بحسب صحيفة العرب الجديد، بعد أن نشر على صفحته في فيسبوك موضوعا طويلا تحت عنوان ملابس الصغيرات بوابة للاغتصاب، وتعرض لنقد واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين وناشطات في مدينة تعز. وقال العديني في المنشور: من اللافت للنظر ما انتشر هذه السنوات في البيوت والمناسبات والأماكن العامة كالأسواق وأماكن الترفيه من تهاون ملحوظ وعبث بين في لباس الصغيرات، فهي لم تعد مجرد ملابس بل نزعا تدريجيا للحياء، ثياب ضيقة وشبه عارية وقصيرة. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالردود المستهجنة والرافضة لهذه المحاولات التي قال ناشطون إنها تعمل على نشر التطرف في مدينة تعز المعروفة بمدنيتها بغرض فرض حصار على المدينة من الداخل بينما تتعامى عن المآسي التي يعيشها السكان جراء الحرب. وكتب الصحفي مصطفى راجح في صفحته على فيسبوك: ما كتبه عبد الله العديني من تبرير ضمني لاغتصاب الطفلة الصغيرة وقتلها بالتبرج والعري في ملابس البنات يساوي 20 جريمة كتلك الجريمة البشعة. تتابع الصحيفة: تواصلت الانتقادات المغلفة بالسخرية من اهتمام رجل الدين العديني بملابس الصغيرات، وتعددت جوانب السخط من منشوره وحماسه الذي يظهر القضايا فقط على ما عداها من القضايا الأخرى. أما صحيفة الخليج فتقول: منظمة أوكسفام الإنسانية الدولية أنها أعلنت تقديمها 39 طنا من المساعدات لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في اليمن. وقالت المنظمة:
إنه تم تحويل نحو 39 طنا من معدات المياه والصرف الصحي الضرورية التي تبلغ قيمتها 465 ألف دولار إلى مستودع الطوارئ التابع لمنظمة أوكسفام في مدينة بيستر في المملكة المتحدة، وأشارت إلى تكثيف جهودها لمعالجة ما يعتبر أشد أنواع الكوليرا تفشيا في العالم. وأوضحت المنظمة أيضا أن المساعدات وصلت إلى جيبوتي تمهيدا لنقلها إلى اليمن. مواجهة إيران مع أزمة الخليج، تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا في أجزاء من المقالة: يراهن الحوثيون وحزب الرئيس السابق صالح على الأزمة الخليجية في بقائهم أقوياء وأصحاب حصانة أمام سيناريوهات التحرير التي كانت متوقعة بشكل أكبر قبل حدوث الأزمة. فبينما كانوا يتوقعون خلافاً سعودياً إماراتياً في المحافظات الجنوبية يؤدي إلى تفكيك التحالف العربي، جاءت الأزمة الخليجية لتحيي الآمال الحوثية بسرعة التمكين وتحويل السعودية نظرها عن اليمن إلى الاهتمام بقطر، ما يعني حلاً سياسياً يفرغ النظام الحالي الشرعية مقابل نظام متداخل وهجين لا يخدم سوى إيران وحدها لا اليمنيين ولا الخليجيين. على السياق، تحيي الأزمة الراهنة الآمال العظام لإيران أيضاً وحروبها المنتشرة في المعبورة، بعد أن شعرت بمخاطر وجود التحالف العربي وتحركه في اليمن من تحرك مماثل في سوريا أو العراق، وإن كان وفق مفاهيم مختلفة، كما أن اختفاء الأصوات عن التحالف الإسلامي يعطيها المزيد المناورة والتنفس وآمالا تتحقق على المدى الطويل. لذلك فإن أثر هذه الأزمة حتى وإن عادت العلاقات والمياه لمجاريها، فإن إيران ستحقق مكاسب تباعا على المدى الطويل بخليج تهزه الثقة وميليشيات مسلحة باقية داخل شبه الجزيرة العربية. وكلما طالت الأزمة كلما كانت المكاسب أكبر لإيران، وكلما زادت الأزمة راهن الحوثيون أكثر على تحقيق المكاسب المأمولة باتفاق يخرج التحالف بماء الوجه، بعد أن كنا نتحدث عن انهيار سريع للحوثيين بعملية عسكرية واحدة لتحرير الحديدة. أما الآن فالتعويل أكثر على تمزق أكبر داخل جسد الدول مجلس التعاون، وهذا الأمر الأكثر سوءا علينا كيمنيين. بداخلنا مناجم من الأزمات والفوضى، أملنا بجوار مستقر لحل تلك المشاكل، فإذا به يفجعنا بأزمات داخلة. شبكة البي بي سي تتحدث عن إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار خارج مسجد في جنوب فرنسا. يقول الموقع: وقع الحادث أثناء مغادرة المصلين مسجد الرحمة في مدينة أفينيون في نحو الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي. بحسب صحيفة لا بروفنس، اقترب شخصان مقنعان يحملان مسدسا وبندقية من المسجد في سيارة قبل أن يفتحا النار على الحجد. قالت الشرطة إنها لا تتعامل مع الحادث باعتبارها عملا إرهابيا. رجحت النيابة العامة أن يكون هذا الحادث نتيجة نزاع بين شباب وليس عملا إرهابيا. نقلت صحيفة لا بروفنس عن مصدر قوله: 4 أشخاص أصيبوا خارج المسجد، بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلة في السابعة بشظايا وهم داخل منزلهم الذي يبعد نحو 50 مترا من موقع الحادث. في مغامرة فريدة وممتعة، كما تقول صحيفة القدس العربي، استطاع الطالب الجامعي التركي ظفر الله يلدرم أن يزور عشرات الدول ومئات المدن حول العالم والتعرف على سكانها بالمجان ومن خلال الأوتوستوب، وهي طريقة تجعل الرحال يتنقل من مكان إلى آخر عن طريق إشارة بيده للسيارات ليأخذوه بطريقهم باتجاه وجهته دون دفع مقابل لهذه الخدمة. ويتطلب الطريق توقيف عدة سيارات للوصول للوجهة المحددة. يلدرم قال بأنه أطلق على نفسه اسم الرحال عام 2015، وقام بأول رحلة له إلى فلسطين برفقة 10 أشخاص، تعرف عليهم بواسطة صفحة خاصة بالرحالين في موقع
فيسبوك. وبعد انتهائه من الجولة التركية توجه يلدرم إلى ساحل البحر الأسود ليسافر إلى جورجيا ثم إلى روسيا، أذربيجان، إيران، جمهورية نخجوان ليعود بعدها إلى البلاد مجددا. وقال يلدرم: منذ ذلك الحين وأنا أحاول السفر خارج البلاد لخوض تجارب جديدة وللتعرف على أماكن مختلفة مستعينا بتطبيق هاتفي، وعندما أزور مكانا ما أضع إشارة فوقه على الخارطة. أضاف: زرت لغاية اليوم 44 دولة حول العالم، وهذا العدد يعطيني حماسا أكثر، لكني أستغرب أحيانا كيف استطعت قطع كل هذه المسافة التي أحلم توسيع رقعتها أكثر خلال السنوات المقبلة. أبناء الحياة، أي حياة؟ بهذا السؤال عنون حسام أبو حامد مقالته المنشورة في العربي الجديد. في كتابه إيميل يضع جان جاك روسو قواعد لتربية تكفل برأيه تنمية الاستعدادات الخيرة في الإنسان بالحفاظ على حريته وإبعاده عن ضغط المجتمع الذي تسبب أساساً في فساد الإنسان وتشويه كل ما يخرج حسناً من بين يدي الخالق. لكن مشقة التربية تفوق ذاك الشغف المتساهل الذي يجرف كثيرين بإنجاب أطفال. حتى روسو نفسه أعلن ذات مناسبة أنه وضع قبل أن يكون لديه أولاد 4 قواعد للتربية، لكنه بعد أن حظي بأربعة منهم لم يعد يملك أي قاعدة. أصبحت التربية علما وفنا في آن معا، يعكس تطورها مستوى التطور الحضاري، وفي المجتمعات التقليدية لا تزال التربية ممارسة عملية ترتبط بالموروث الثقافي لا بالعلم ولا بحاجات المجتمع، وتسخر تلك المجتمعات من أساليب التربية الحديثة طالما كانت أقوال القدماء حكما خالدة تفوق الآراء المعاصرة إن لم يترك الأقدمون شيئا إلا قالوه. كان جبران خليل جبران من أوائل المهاجرين العرب إلى العالم الجديد أمريكا، هربا من الاستبداد وراء ظروف معيشية واجتماعية أفضل. تلمس جبران مبكرا التحولات المتسارعة في الغرب التي انطلقت على أعتاب الحرب العالمية الأولى، ليعلن منتقدا تقاليد التربية المشرقية أن أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. أدرك جبران الفارق في تحولات العلاقة بين الآباء والأبناء من علاقة بيولوجية قائمة على القصر والتملك إلى علاقة طوعية قائمة على الاستقلالية والمحبة المتبادلة. شبكة البي بي سي نشرت مجموعة من الصور تعبر عن ثقافة الحوار في العالم، وقد أظهرت الصور روح الحوار والانسجام بين الكائنات المختلفة سواء أكانوا بشراً أم أنواعاً حية أخرى. نتابع سوياً الصور. إلى السياسة المرسومة الكاريكاتير، ومشاهدة ممتعة أتمناها لكم، وحتى ألقاكم في أمان الله.